لكن هنا العملاق ياتي، العملاق ياتي. محمد بن مظفر مع نشرة ينشر الفوز، ينشر التحدي، ينشر الإثارة. نشرة في المركز الثاني، العملاق العيناوي وصراع مع البرنس على المركزين الأول والثاني في هذا التنافس. الدوحة الدوحة الدوحة، نشرة الدوحة نشرة. السيف إلى عين، إلى الدوحة أم من العين، إلى الدوحة أم من العين. نشرة نشرة طارت به، طارت به العيناوي، العيناوي. سلام عيناوي يا سلام، سلام سلام سلام. نشرة مع هذا الأداء والدوحة تنافس في هذه اللحظة في هذا المسار. نشرة نشرة الدوحة الدوحة الدوحة، نشرة الدوحة نشرة الدوحة نشرة الدوحة. بطلة السيف، بطلة السيف، دوحة البرنس بطلة السيف في اللحظة الأخيرة من خلال هذا المسار. إذا السيف يغادر إلى دولة قطر، إلى الشحانية، يطير مع الدوحة. لكن شمشون يا سلام، شمشون غير، شمشون غير، يعرف طريقه إلى السيوف، يقدم ما استطاعوا إليه سبيلا في سبيل الوصول إلى سيف الرئيس. إذا الصدارة هناك، شمشون، شمشون على المقدمة، عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، الخليفي إذا يقدم شمشون، شمشون شمشون، شمشون السيف، شمشون الخليفي يقترب. إذا مشاهدين الكرام، ممثل العاصمة، ممثل الدوحة، من انتزاع سيف الرئيس. سلام الخليفي، سلام الخليفي، مشكور عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، حمد بن حويل الشهواني، 10 على 10. هذا هو شمشون، مفتول العضلات، بطل الأبطال الذي صال وجال مع السيوف. سلام شمشون السيف شحاني. تهانينا ايضا لعبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي المركز الثاني. شرارة شرارة حشيمة، شرارة للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية بشعاره الجريان. يا سلام يا سلام، نشوف نشوف وناخذ حشيمة، حشيمة سلالة حشيم، سلالة أيضا صغان تغير إلى مقدمة هذا الشوط. تبس سلامات إلى هالي الختم، إلى هالي السمعة. آه يا حشيمة على المقدمة، تنتزع الخنجر، تنتزع السلامات. سلام سلام عليكم يا أهل الختم، أسعد الله مساكم بكل خير بكل محبة. تهانينا تهانينا سعيد بن محمد بن دري المنصوري على فوز عشيمة بخنجري هذا الشوط، شوط الحول المحليات. المركز الثاني شرارة للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث أثير للسيد راشد بن محمد بن راشد بن غدية التبي. سلالة عراك تحرك، عراك تحرك من الجانب الاخر، عراك 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 العطية، ولكن بالسالمين. ال500 متر الاخيرة، ال500 متر الاخيرة، جولة الاوامر. زاخر يا زاخر، زاخر يا زاخر، زاخر يا بن مية، زاخر بالسالمين، بالسالمين، بالسالمين والعطية، بالسالمين والعطية، بالصنباري والعطية. الله 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 الله، شاهين مبارك بن محمد بالسالمين بن مبارك العامري، يضيف انجاز آخر، يضيف أداء كبير، يضيف أيضا انطلاق مثير، يضيف السيارة ال12. مشاهدين العزاء، هكذا يأتي الخبر السار للمنتجين، اعتزالوا شاهين. حيوا 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 على هذا الاعتزال، ترشيح بن مية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد السالمين العامري. لله درك يا صالح، يغادر ميادين السباقات إلى بنوك الإنتاج والمنتجين. المركز أيضا الثاني الكاس حاير، الزعفرانة لعوض بن مظفر بن خموشة.
الحاضر يا سلام اهالي العين وايضا بدون اوامر توصلت التعليمات وصلت التعليمات العملاق العيناوي الله 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 هذه الزعفرانة من البداية من البداية حصلت على الناموس الكاس الكاس العين مع الكاس الله يا الكاس الكاس سلام يا المسعودي سلام سلام لعوض بن مظفر بن خبوشة العامري على فوز الزعفرانة في المركز الأول وحصولها على كأس الإنتاج المركز الثاني مشاهدين الأعزاء راهية ولا هناك أيضا الدرعية الدرعية وراهية ما بين الاسمين المتواجدين راهية مشاهدين الأعزاء لسالم بن محمد بن ضبيعة المركز الثالث وكان زعفران حان موعد الرقص حان موعد الاوامر حان موعد الابداع حان موعد المسار السميح السميح ما يرضى الا بالفوز السميح يا سلام انتاج المختبر سلالة المختبر ما ترضى الا بالفوز ما ترضى الا بالناموس الا بالانتصار غادر السميح وامه الزود بالفعل وهو زايد بناموسه زايد بانتصاره زعفران زعفران قادم زعفران 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 شم ريحة الزعفران مع الامتار الاخيره شم الزعفران زعفران شم الزعفران شم الزعفران شاف الشداد شاف الناموس شاف الانتصار مشكور مشكور يا بن قصره سلام العين سلام سعد الله مساك يا بن قصره زاخر زاخر الشداد عيناوي مشكور يا بن قصره محمد بن علي بن قصره العامري بالامتار الاخيره المركز الثاني وصل اسمي عبد الله بن عتيق بن رميث المركز الثالث المختبر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري المركز الرابع الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود في لحظات التتويج وتتويج جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري بالدوحة والفوز أيضا بسيف الرئيس كذلك ترحيبنا أيضا مع لحظات الختام بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر في هذه اللحظة الجميلة في هذا الانتصار الكبير في هذه اللحظات الدوحة صاحبة السيوف الثلاثة تضيف أيضا إنجاز آخر إلى إنجازاتها في هذا الموسم وتسجل إنجازا متميزا هنا بالفعل الكل فرح والكل افتخر بهذا السيف الغالي سيف الرئيس حفظه الله السيف النفيس والغالي في هذه الأمسية المميزة الشوط الثاني وكان خاصا أيضا بالزمول وأيضا سيف آخر في هذه الإثارة حضرت هنا وطار إلى الدوحة كذلك عبد الله بن مبارك الخليفي بفوز شمشون في هذه الانطلاقة المسائية المميزة تحقيق انتصار وتسلم هذا السيف الغالي هنا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود هنا في هذه اللحظة وفي هذا المكان أيضا هناك الاعتزال لشمشون والذي تم أيضا في هذا المساء بعد تحقيقه إنجازات السيوف الشوط الثالث كان خاصا أيضا بالحول المحليات وذهب مع حشيمه لسعيد بن محمد بن دري المنصوري الذي يتسلم أيضا هذه الخنجر تعبيرا عن انتصار وزهو بناموس هذا المساء المميز مساء بالفعل احتفل فيه الجميع مع هذه الانطلاقة الشوط الرابع كان خاصة أيضا بزمول المحليات وذهب إلى شاهين مبارك بن محمد بن سالمين العامري الذي تفوق هنا وأعلن اعتزال شاهين أيضا في هذه الأمسية تكريما لهذا النوع الممتاز تكريما لهذه اللحظات المميزة هنا أيضا تسلم الخنجر الخاصة بشاهين من خلال هذه الأمسية الجميلة الأمسية التي تشرف الجميع
صالح بن محمد بن سالمين العامري يتسلم أيضا هذا الخنجر وأبناء محمد بن سالمين العامري أيضا يتسلمون هذه الخنجر فرحا وانتصارا مع هذه اللحظات اللقطات المميزة التي تعلن أن الكل فرح بهذا الانتصار بهذا الفوز بهذا التفوق في هذه الأمسية. ثم كانت أيضا هنا أشواطي هذا الميدان المميز ميدان الوثبة عاصمة الميادين الهدية الخاصة أيضا بكل المنتجين والذي أعلن أيضا تواجد هذه الكأس لأول مرة هنا في منافسات ختام الوثبة كأس خاصة بالمنتجين للحول من خلال هذه المنافسة والعملاق العيناوي يسجل أيضا انتصارا دائما كعادته من خلال تواجد الجميع في هذه اللحظة وفي هذا المكان. مظفر بن محمد العامري وأنجاله هنا يحتفلون أيضا بهذا الفوز ويحتفلون بهذه الكأس أيضا بوجود سالم بالصغير العويسي الذي قاد أيضا زعفرانه إلى خط النهاية. نبارك للجميع. الشوط الأخير شوط خاص أيضا بالزمول وهو خاص بالإنتاج في هذه الأمسية ذهب إلى زعفران محمد بن علي بن غصنه العامري الذي تفوق أيضا في هذه اللحظات وأكد أنه يحتفل مع الجميع أيضا بهذا الانتصار المميز. إذن كل هنا احتفل والعملاق العيناوي لا زال يحتفل إذا بهذا الانتاج فخورا بهذه النوعيات المتميزة التي انطلقت وسجلت هذا الحضور المتميز في هذا الميدان عاصمة ميادين السباقات. آخر الرموز كان خاصا بالزمول الخاصة بالإنتاج والشداد يذهب إلى زعفران محمد بن علي بن غصنه العامري في تتويج إذن مع ختام هذه اللحظات ختام هذه المنافسات ختام هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. وأيضا مالك زعفران محمد علي بن غصنه العامري يتسلم أيضا هذا الشداد مع أبنائه. الكل فرح انتصار الوثبة غير هذا الموسم غير هذه المنافسة غير الكل ينتظر مشهدنا الأخير مشهد بالفعل دار على مدار هذه الأيام أكد أن كل يوم يأتي بجديد في هذا الميدان عاصمة ميادين السباقات من خلال منافسة. أهلا بضيوفنا.